السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم اجيت للاسواق العملاقة بسبب هذا الفيروس. طبعا العالم صارت بيها خوفة، طلعوا للاسواق سوقوا مسواق جنون، يخافون خاف نسد الاسواق. الرفوف هذه اللي ماكو مكان يحطون بها غراض زين مخلصة، لا باقي اندومي، لا باقي تمن، لا باقي بيض، لا باقي اجبان. الله يشفينا ويشفيكم شر ان شاء الله هذا الفيروس، الله يبعد عنا باقرب وقت يا رب. ما اعرف يعني، فاجئت انا بصراحه، حتى مي ما عندهم، مي بطاله مخلص ماكو نهائيا، هاي الرفوف كلها فارغه. شنو يعني والله عجيبه، ما راح الرفوف كلها فارغه، كل شيء ما مخلين، ما اعرف يعني. حتى شكر هسه قاعد ادور شكر ما اعرف، بس الشكر شو يسوون بيه؟ والله مخلصة الاجبان كلها مخلصة، البيض ما اعرف شنو. هذا شنو هذا؟ مي ما شرب ماكو، هاي الثلاجات هذني فارغات اللي كانوا المكروسات. Do you guys have eggs or no? I will check the menu. Okay, thank you so much. I really appreciate that. The 36? Big box? The two boxes, like I think 18 for each. Okay. The green ones. Oh, the green ones that are Yeah, together? If you find them, I want four, please. Okay. Thank you so much, sir. هسه بيض اريد بيض، ما عنده بيض، راح يشيك جوا بالمخزن وبالثلاجة جوا ويرجع. خلنا نشوف ايش عندهم هنا. هذا شنو؟ Green Delicious. خلنا اخذ هذا جربه. كريم بالبصل. ناخذ نجربه والله. طبعا هذا انا اللي حصلته هسه خبز، طماطه، صمون، وهذا الايس تي، شاي هذا المثلج بطعم الخوخ. هذن الشغلات اللي حصلتهن. خلنا نشوف شنو نحصل، والله راح يشيك جوا. خلنا نفتر على ما دعوا في العرب، انا بس اعرف ياخذون غراضي. مي ما شرب نهائيا ماكو. عندنا مكاين احنا نترس منها دبات، خلي بيها فلوس وتترس الدبة هذه الزرقاء الكبيرة. مش باقع عندهم بس هذا القاترايت، مو مشكلة جوز اخذ ليش كم واحد من هذا القاترايت. هذا والله شاخذ ياهو هنا وياه. أو يمكن هذا الأزرق أحسن شيء. خذ واحد من هذا الأزرق أو آخذ اثنين. خلينا نجرب هذا هم. Nothing? Wow. Even the small ones? Oh, okay. Thank you, sir. بيض ما عندهم. يعني لازم ازرق الاسواق القريبة علي هنا، فشيك بركي عندهم بيض. الشغلات الضرورية كلهم خلص. باقي طبعا هذا الاكل الجاهز المجمد بالثلاجات، كله مخلص، حليب وما حليب وهاي السوالف. هاي الثلاجات نهائيا ما تخلى. ماك هاي الرفوف فارغه. يعني ما اعرف،
يلا الله كريم، باقي بس المشروبات الغازية عندهم. العالم اللي جايين يسوقون يعني عارفوا شغلات الملابس وما اعرف شنو الحلويات وهذا كله على الاكل بس احتياجات اليومية. Excuse me. شدة والزول إن شاء الله، شدة والزول. المهم شباب، تحياتنا لكم والله يحفظكم ويحفظ الجميع إن شاء الله. نشوفكم بخير إن شاء الله، ومع السلامة.